صباحكم الله بالخير يا رفاقة الخير والجميع. ثابت لك الواحد مشترك ومفعل الجرس. اللي عندي هذه سيارة من سيارات الأحلام، لامبورغيني هوريكان بورفيمنتو. المصنع جرب السيارة، الناس جربوها، عرف الخلطة، وقلت خلني أحط لهم سبايسز وأزود السيارة هذه. عارفين الهوريكان؟ 10 سلندر 5.2 610 حصان. هذه زودوا الباور وخففوا الوزن، المعادلة فنانة. السؤال، هل تسوى قيمتها ولا لا؟ واو، I think let's find out. Lycan, let's go. فالفكرة فيها هذه زادوا من قوتها ب 30 حصان، فالسيارة الحين 640 حصان، الوزن نقصوه ب 40 كيلو جرام. تحس انه مو بوايد، ولكن هالمرة اللامبورغيني زادوا لك موضوع الانجينيرينج. يعني تعال خلنا نوريك. طبعا السيارة لوكس جورجيوس، وكيف تعرف انك تتفرج بينها؟ بتشوف علم ايطاليا هني، وبتشوف مكتوب بورفيمنتو على الجنب مال السيارة. بلس في شيء اسمه ايروديناميك، او اسمه ALA. شو يعني ALA؟ يعني ايروديناميكا لامبورغيني اتيف، اوكي، بالايطالي. اوكي، تشوف هنا مكتوب لك ALA، وتشوف الفورج كاربون فايبر من داخل ومن برا السياره. الشيء الاخير اللي بتعرف انك تفرق بين هاي السياره والهوريكان العاديه هو الاكزوز وشكله المختلف الثابت ولونه، وكاربون فايبر، فورج كاربون فايبر، وهني بعدين ALA والاكزوز. قبل كان اكزوزين هني، الحين اكزوز واحد خرافي. طبعا هنا جن الطيارة حربية. هي نفس الهوريكان العادية، بعدها في استرادا وسبورت وكورسا. كورسا يعني تراك. فالسواقة العادية سيارة أمورها طيبة، ترد لك غيار نفس ما. نايس، ولكن هذه البورفيمنتو يعني عيب نسوقها على استرادا، أقل شيء خلنا نسوقها على السبورت. وأول ما تغير سبورت، ويا ويلي من سبورت، تسمع ان الاكزوز صار صوته اعلى. الله، هاي السياره لازم تنساق في التراك عشان الواحد يعرف يعطيها حقها. من داخل السياره نفس ما هي، مطعمه في كل مكان، بالفورج كاربون فايبر، وعندك الكانتارا في كل مكان، والستيتشنج يعكس لون السياره الخارجي الاورنج. ولكن السؤال اللي نحن نسأله، هل هذه البورفيمنتو اللي قوتها أعلى وزنها أخف تستاهل قيمتها؟ فيها تاتشز هذه احنا تعودنا. لما لامبورغيني يا حبيبي تبدأ تغير اسم أو تحط اسم بعد اسم سيارتها، هوريكان سوبر لاجيرا بورفيمنتو أي شيء من هالكلام، أعرف أن السيارة الحينة أو لامبورغيني بشكل عام حفظوا لك سيارتهم، خذوا الفيدباك من الكاستمر وقال يا حبيبي خلنا نسوي لك سيارة على مزاجي. هذه السيارة مكينتها نفس الهوريكان العادية 5.2 10 سلندر 630 أو 640 حصان، 30 حصان أكثر عن الهوريكان العادية. فهاي 640 حصان من 0 ل 100 2.9 سكند، السرعة كاملة 225 كيلومتر في الساعة. السيارة هذه أثبتت وجودها بالايروديناميك السيستم اللي موجود فيها، بخفة الوزن وبقوة شوية الباور. المعادلة هذه كلها عطتنا شيء خرافي. هذه السيارة نفسها اللي أنا سوقها البورفيمنتو، أسرع على البورش 918 في النوربرينج مش بثانية ولا ثانيتين، بدقيقة
تقريبا 5 ثواني. اوه ماي جاد، اوه ماي جاد. الميوزك اللي في السياره وهذه الكومبينيشن الصح اللي ضبطتها، او الاكويشن الصح اللي ضبطتها لامبورجيني، لانه دائما دائما عشان او اكويشن او معادله السيارات الرياضيه، لما تبى تطلع لك سياره على مزاجك تقول لك يا حبيبي زين خفف الوزن وزيد الباور. هني زادوا لك شغلات فيها انجينيرنج بعد عشان ترسلك لك السياره على الارض. ف واو اند ويل دون لامبورجيني. لما تدق هني في الكورسا التي اف تي سكرين اللي قدامك تتغير، التراكشن يصير اقل، والسياره بتكون جاهزه انها اتاك ذا تراك. This is Corsa everybody. بعدها دبل كلتش 7 غيارات. فنرجع للسؤال اللي يطرح نفسه، هل المعادلة اللي سوتها لامبورجيني نجحت؟ دائما السيارات اللي يسمونها افتر شيف او اللي تخفض انت من وزنها يقول لك والله هاي السيارة ما تصلح للاستخدام اليومي، لان ما فيها اي شيء من الانفوتيمنت، ما فيها اي شيء، هي بس جير، سكان، ماكينة قوية تتسمع او تسمع الصوت. ولكن هني هل بيرفورمنت تستاهل؟ هل السيارة هذه تستاهل؟ أول شيء سقفة حلوة حق لامبورجيني، لأنه هذه السيارة صح أقوى، صح أسرع عن الـ 918 في النيربرينج، ولكن السيارة فيها كاميرا، السيارة مكيفة فنان، السيارة مريحة، صح هي ريكارو سيتس، ولكن السيارة بعدها مريحة، السيتات مخمض، المكيف بارد، فيها مثبت سرعة، فيها كل شيء أنا أباه. يعني أنا ما أحس إن السيارة هذه بتخليني اوكي انت وناسه انت فنان في التراك، ولكن لما بسير وبسوق السياره بشكل يومي بتكون مزعجه. لا، العلم اتطور والحمد لله انه اخيرا انت تقدر تحصل الشغلتين. انا اتذكر لما كانت السيارات هذه حتى الراديو ما يعطوك اياها، تخيل تتمشى من غير راديو، يعني طول اليوم زين ضارب خط شو اسوي؟ بشكل يومي تقدر تستخدمها، شو يعني تقدر تبركنها عدل، يعني فيها نوز ليفتر تقدر ترفع السياره من قدام، اوكي فيها كاميرا تقدر توقفها، سيتات مريحه. فا اي ثينك واقدر اجاوب انا انه صح تقدر تسوق السياره بشكل يومي. طالع تشوف لي ناح كانك انت جاهز، كانك والله جيت جيت فايتر جاهز حق الاتاك. اتاك ذا مصل ناو. طبعا في كورسا يقل تراكشن، السكان يصير شاربر، السكان يصير ادق، الصوت يعلى، السكان يصير اجل وادق، والسياره جاهزه للاتاك. يعني كذا اي وقت اتاك 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 فالسياره جاهزه كذا. ورس ورس ورس. واحلى شيء بالهوريكان انه بعده ناتشورالي اسبريتد، الانجن ما فيها لا توربوات لا سوبر تشارج واتسو ايفر، ولما ترد غيار تحس ان الموتر يتمضمض كانه جي. واو واو سمعت الصوت؟ تبي تسمعون مره ثانيه؟ يلا لايك وخلينا نسمع الصوت مره ثانيه. انا اقول السيارة ايبك، الايروداينامك اللي فيها، زيادة الباور اللي فيها، لان موضوع انه بس انا ازيد باور، لا حبيبي لا 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 لا, لا. ازيد باور، اقوي البريكات، التواير اللي عليها كورسا ولكن ستيكي اكثر على الجار، حلو. فكل المواضيع هذه الكومبينيشن طلعت لك سيارة خرافية. هل اللامبورجيني سيارة من سيارات احلامك؟ اكتب لي في الكومنت تحت اذا تبغانا نستعرض اللامبورجيني هذه. الجواب بسيط جدا، هي فعلا فعلا تستاهل
بسعرها بكل بساطة، لأن هي قوت سيارة وحطت فيها كل المواضيع هذه، ولكن ما خسرت لك وايد خلنا نقول من استخدامها اليومي. شيء توصوني؟